8 دقائق على بداية المباراة. يلا إن شاء الله بنلحق أول المباراة صفارة البداية.
الشوط الاول بين الجزائر والمغرب نتيجه 0-0 التعادل. المباراه كانت تقريبا متكافئه. المباراه جميله جدا من اجمل المباريات حتى الان في كاس العرب. انتظر الاهداف في الشوط الثاني ان شاء الله. Thank you.
لحتى الآن أجمل مباراة في كأس العرب هذه المباراة، مباراة ربع النهائي بين المغرب والجزائر. مباراة جميلة جداً جداً ومشجعين، الأجواء كانت نارية فخمة بصراحة. أجمل مباراة شهدها لحتى الآن في الثمان مباريات اللي شهدتها من أرض الملعب، هذه كانت المباراة الأجمل على الإطلاق. الفريقين يستحقوا التأهل للدور المقبل. لحتى الآن كل شيء متعادل، الاستحواذ متعادل، النتيجة متعادلة، الأخطاء تقريبا متعادلة، نفس الشيء الشوط على المرمى نفس الشيء. يعني الصراحة المباراة جدا تستحق المشاهدة مرات ومرات.